السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا النهارده اخبار الزمالك، النهارده الخميس 1 يونيو، واول خبر معانا مجموعة الزمالك في البطولة العربية. خلاص اكتملت مجموعة الزمالك في البطولة العربية دي، المجموعة الثالثة بتضم بجانب الزمالك معانا النصر السعودي والشباب السعودي والاتحاد المنستيري التونسي. على فكرة الاتحاد المنستيري فاز في تونس على المحرك البحريني 2-0، ثم فاز في مباراة العودة 1-0. ان شاء الله المباريات هتقام في الفترة بين 20 يوليو حتى 5 اغسطس في المملكة العربية السعودية في مدن ابها والباحة والطائف. البطولة جوائزها قيمة جدا، المركز الاول 6 مليون دولار، يا سلام بقى لو الزمالك فاز بالمركز الاول ينتعش ب6 مليون دولار، المركز الثاني 2.5 مليون دولار، اللي يوصل نصف نهائي ياخد 200 الف دولار، واللي يوصل لدور الثمانية ياخد 150 الف دولار، ودور المجموعات اللي يشارك فيه والزمالك مشارك فيه 100 الف دولار. كل التوفيق لنادي الزمالك الحبيب. بطولة على فكرة جوائزها كبيرة جدا، اكبر كمان من بطولة دوري الابطال الافريقي. الخبر اللي معنا بعد كده تكرار احداث انبي وفيوتشر في مباراة المقاولين والاسماعيلي في الدوري المصري لكرة القدم. قصادنا هو الشوط الثاني من مباراة المقاولين والاسماعيلي، هو الماتش انتهى 2-2، لكن على فكرة في الدقيقة 60 الحكم شاور على ضرب الجزاء لصالح المقاولين، حامل الراية رفع الراية قال تسلل، الفار راجع اللعبة لقى ما فيهاش تسلل، فعلا ما فيهاش تسلل، وضرب الجزاء صحيحة ارتكبها لاعب الاسماعيلي محمد الشامي. معرفش لعيب الاسماعيلي اعترضوا وزعلوا وخرجوا بره الملعب وقعدوا 18 دقيقة قبل ما رجعوا، يعني اللعب توقف 18 دقيقة وبعدين ضربة الجزاء اتلعبت والمقاولين جابها جون وبقت النتيجة 2-1. الاسماعيلي بقى في الوقت الضايع اللي كان كتير جدا قدر يسجل الهدف التاني وهدف التعادل. نفس انا بقى الفرق في انطوشة الاهلي لما الحكام يظلموهم بجد يعملوا كده، لكن في ماتش المقاولين والاسماعيلي لعيب الاسماعيلي ما كانش ليهم حق، الحكم محمد يوسف ما غلطش، اتصرف صح، الفار اتصرفوا صح. الخبر اللي معانا بعد كده الونش بعد خروجه من عملية الرباط الصليبي بألمانيا. الف حمد لله على السلامة يا بطل، نجمنا نجم الدفاع الزملكاوي محمود حمد الونش ونجم منتخب مصر خرج بالسلامة من اوضة العمليات، وادي صورته اهوت، والراجل معنوياته عالية، ربنا يتم شفاءه على خير. معروف انه كان عمل عملية الرباط الصليبي في المانيا، وربنا يكرمه ويتم شفاءه على خير، ودي تاني مرة يصاب بالرباط الصليبي بس في الرجل التانية. الحمد لله الحالة مستقرة بعد خروج الكابتن من غرفة العمليات، كام شهر ان شاء الله يرجع لنا بألف سلامة، يعني يعود للملاعب مرة اخرى ينور فيها بإذن الله تعالى. الخبر اللي معنا بعد كده أوسوريو يبلغ إدارة الزمالك بضرورة تجديد لحمزة المسلوسي. مستر أوسوريو المدير الفني للزمالك متمسك بالتجديد لنجم الفريق ونجم الدفاع حمزة المسلوسي مدافع الزمالك ومنتخب تونس، خاصة ان مستوى اللاعب متميز ومستقر، واللاعب قاعد هنا في مصر مستقر مع اسرته، صورة زوجته وابنه، ومن المنتظر ان تجدد الادارة لحمزة المسلوسي، لاعب محترم والمدير الفني متمسك بيه. الخبر اللي معنا بعد كده غدا الجمعة مباراة الزمالك ومنتخب اليمن الشقيق. بكرة ان شاء الله الزمالك هيلعب مع نظيره منتخب اليمن وديا. الاشقاء في اليمن سواء الفريق الاول
او المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي بيدربوا مدرب واحد اجنبي في معسكر في القاهرة. فطبعا الحمد لله تم الاتفاق مع الاشقاء انهم يلعبوا مباراة ودية مع الزمالك. دي كانت رغبة مستر اسوري وعاوز مباراة ودية قبل مباراتنا مع الاتحاد السكندري يوم الاثنين الجاي، فالادارة وفرت له هذه المباراة، واعتقد دي تجربة مفيدة للعيبة كمان اللي هم مش واخدين فرص، وللعيبة المرتاحة واللعيبة اللي لسه راجعة من الإصابة. ويقدر مستر أوسوريو المدير الفني الكولومبي لنادي الزمالك يجرب اللعيبة بتاعته بأريحية شديدة في مباراة يعني ودية لكنها مباراة مهمة، لأنك بتلاعب منتخب دولة اللي هو منتخب اليمن الشقيق. والحمد لله المعنويات عالية بعد فوز الزمالك على طلائع الجيش 2-0 في مباراتهم اللي اتلعبت من يومين، والزمالك طبعا سجل لنا واللي سجل لنا الاهداف الهدفين حسام عبد المجيد وابراهيم النضاي، والهدفين كانوا من ضربتين راس رائعين. كل التوفيق لنادي الزمالك الحبيب. ودلوقتي معدنا مع فقره الاخبار السريعه. عبد الحميد بسيوني مديرا فنيا لفريق طلائع الجيش، وذلك بعد إقالة عماد النحاس. بيراميدز يعلن تجديد عقد لاعبه البرقيني بلاتي توريه لمدة 3 مواسم قادمة حتى انتهاء موسم 2026. بيتسو موسيماني المدير الفني السابق الأهلي بيقول الأهلي يمكن الفوز على الزمالك الآن وهو مغلق عينه، الزمالك فريق كبير ولعبت امامه نهائي افريقيا من قبل. ما كانش يتجرأ مستر بيتسو موسيماني انه يقول الكلام الفاضي دوت، الا ان الزمالك في حالة من عدم الاستقرار الاداري مأثرة جدا على مستوى فريق كرة القدم، خاصة ان الفريق ده بطل اخر موسمين في الدوري المصري، هو حامل اللقب حتى لحظتنا دي. زيادة عدد جماهير الأهلي إلى 50,000 مشجع أمام الوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا. طبعا طلبات الأهلي أوامر بينفذوا له كل طلباته، لكن لما الزمالك يطلب زيادة الجماهير للأسف ما بيوافقوش، وأنا بتساءل ليه اشمعنى. نهاية مباراة المقاولين العرب والإسماعيلي زي ما قلنا بالتعادل 2-2 في الجولة 30 من الدوري الممتاز. اسوريو معجب بلاعب طلائع الجيش محمد شحاتة لاعب وسط الملعب المكوك. برضو بنفكركم غدا الجمعة الزمالك يلتقي وديا مع منتخب اليمن الشقيق. في بقى خبر صار للاعبي الزمالك، اكد مصدر من داخل الزمالك ان ادارة النادي تجهز مفاجأة سارة للاعبي الفريق الاول لكرة القدم، حيث إدارة النادي تستعد لصرف دفعة من مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن شاء الله يتم صرفها خلال الأسبوع المقبل. بكده انتهت أخبارنا النهاردة، لكن طبعا ما انتهاش حبنا لنادي الزمالك ولا لجماهير نادي الزمالك العظيم. وفي نهاية شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.